هلا سلمى بننتقل لفقرتنا الأخيرة ولمساحتنا الطبية لليوم، رح نحكي فيها عن الإجهاض. قديش في حالات ممكن يصيبها إجهاض، أسباب الإجهاض، بعض العوامل تؤثر على الجنين وتؤدي للإجهاض. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع الدكتور بسام لفلوف، أخصائي توليد وجراحة نسائية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك دكتور. يمكن هذا المفهوم هو بقدر ما هو صعب، ولكن هو حالة ممكن تمر فيها أي سيدة، ما بنتمناها أكيد لحدا، وإن كانت في بعض الأوقات هي ضرورة لبعض الأشخاص أيضا. خلينا نعرف ما هو الإجهاض علميا. هلأ أنت قلتي ضرورة أنه الإجهاض اللي نحن بنحدثه، الإجهاض نوعين، يعني الإجهاض اللي نحن بنعمله بإيدنا والإجهاض اللي بيصير لحاله طبيعي. فنحن بدنا نحكي عن الإسقاطات ما نسميها، يلي هلأ هي بالتعريف أو بالصفة هي أحد أهم المسببات للإحباط عند السيدة، يعني وتعبير الإحباط إجا بدقة، حتى أحياناً مريضة الإسقاط المتكررة اللي بضل تسقط بتلاقي حالتها النفسية أصعب من مريضة العقم. صحيح. إنه هديك أوريدي ما عم تحبال، يعني بينما هي إنه ما عم تقدر تحافظ على الجنين. فمن هون بنجي بنحكي عن الإسقاط المتكرر، يعني أما الإجهاض اللي نحن بنعمله لأسباب طبية هذا موضوع آخر، يعني واحد عنده مثلا أمراض ما بتستطيع تتابع الحمل، عنده حالة معينة، هذا موضوع طبعا كتير كمان النقاشات فيه، بس هو صحيح. جانب آخر. خلينا نحن نحكي دكتور على الإجهاض اللي قد يحدث، يعني المرأة بدها تحافظ على جنينها بس بيحدث الإجهاض. تمام. في بعض العوامل تؤثر على الجنين، يمكن نحن لأنه متعودين بمجتمعاتنا أنه المرأة قوية بتكون بكل نشاطها حتى لو هي حامل. خلينا نحكي عن أسباب الإجهاض لأني أنا حافظ على الجنين وتوخاها. تمام. نحن أصبح بدنا نحكي على الإسقاطات المتكررة عند السيدة اللي تحبل ويصير حمل وحابة تحافظ على الحمل وما بيتم. هلأ هون بحب ضيق لمجموعة من النقاط اللي هي كتير في أخطاء عند الناس بفهمها يعني والتعامل معها. أولاً الإسقاط فينا نقول هو ظاهرة طبيعية ب80% وظاهرة مرضية ب20%، يعني هو حالة طبيعية من الحالات اللي بتصير بالحياة. المبدأ بيقول يسقط الجنين لعلة به، وبالتالي إذا قدرنا نفهم حقيقة الإسقاط بتصور إنه المرأة لازم تكون يعني أكثر توازناً، ما في نقول سعادة، لأنه هي جسمها هي الرحم يتعرف على جنين هو جنين أبنورماليتي، هذا جنين غير طبيعي أصلاً، ويطرده، يعني هي بمراحله الأولى يتعرف الرحم على هذا الجنين إنه جنين غير طبيعي ويطرده، وبالتالي الإسقاط هو حالة دفاعية بجزء كتير كبير من الحالات أكثر منه حالة مرضية. هو أساساً الإنسان بدون ما أدخل بشرح كتير طويل هو توافق مليارات الصبغيات يلي بتجي، أو الجينات فينا نقول يلي بتجي من الأب ويلي بتجي من الأم، ويلي يجب أن تتطابق بشكل تماماً هيك. إذا حدث بواحد من هالمليارات التقاء مثلا آخر، هي يعني بيسموه ترانسلوكيشن انفيرجن، يعني أشكال واحد منه التقى مع الآخر بيصير شيء اسمه جنين ابنورمالتي فيتال، جنين غير طبيعي، أو جينوتيك بروبلم، مشكلة بالجينات. هي مشكلة ما بنقدر نحن نشوفها لأنه هي مستحيل إدراكها عيانيا أو سريريا، هي الرحم بيعرفها فبيطردوا لهذا الجنين. أصبح أول فكرة بدنا نقولها بالعكس، اللي بتسقط لا تزعلي لا تخافي، قضية بسيطة، أشهر بترجعي بتحبلي. الإسقاط ظاهرة دفاعية، أنت تخلصتي من جنين ما منيح أساسا. طيب كيف فينا نقول دكتور أنه مثل ما قلت أنت في حالات ممكن تكون متكررة وإلى أسباب عديدة، هلأ هون كيف أنا بقدر أفرز بيناتهم ونعرف أنه هي السيدة، هو شو العوامل أو المؤشرات اللي بتكون باينة لحتى نقول هي السيدة هذا السبب؟ تمام. هلأ هون منقول كمان النقطة الثانية، النقطة الأولى أضعنا عليها أنه يسقط الجنين لعلة به، وهذا مبدأ لازم الكل يعرفه. هون منقول ما في مريضة إسقاط إلا أنشبت، أندر من النادر، يعني أنا بحياتي العملية كلها يمكن مرقت مريضة واحدة هي بتضل تسقط. أما كل مرضى الإسقاط بالأخير بدهم يجيبوا، فبيقولوا مريضة الإسقاط في النهاية سوف تنجب، يعني اطمني رح تجيبوا لها بالأخير.
في حالات إذا حكينا بالجانب الصبغي بعض إنه هي أساساً الأب أو الأم هو سوي قدامنا لكن هو جينياً ما هو صحيح. وقت عم يصير انقسام للخلية اللي بدها تجيب أولاد فعم يصير انقسام بشكل غير صحيح، فعم تطلع دائماً نطفي مانا صحيحة أو بيضة مانا صحيحة. ما رح أدخل بتفاصيل لأنها معقدة بعلم الوراثة، لكن هي حالات نادرة جداً طبعاً وجودها يعني الإسقاط الدائم. هلأ أنا حكيت عن إسقاطات يلي بعتبرها طبيعية، هلأ في إسقاطات مرضية طبعاً شائعة، يعني في أمراض. هلأ نحن بنحكي عن الجراثيم مثلاً، بيقولوا التوكسوبلاسموز أو مجموعة الجراثيم اللي إلها علاقة بالإسقاط، هذا أمر حقيقي قد تسبب الإجهاض. ولكن كمان في كتير حكي عند الناس إنه مع جرثومة القطة، يعني هي جرثومة القطة تؤدي إلى إسقاط ولمرة واحدة وبس، بيصير عندها مناعة الأم. نعمل تحليل بيطلع لنا شيء اسمه الاي جي جي، يعني هي تعرفت على هذه الجرثومة وأدت إلى إجهاض إلى مرة واحدة. فكمان كتير الحكي بيخافوا العالم منها، لا تخافوا، إن حدث إسقاط فيها غالبا لا يتكرر. في تشوهات الجهاز التناسلي هيك أسباب مرضية، إنه رحم ذو قرنين مثلا، رحم صغير الحجم، كمان رحم طفولي بيسموه، كمان أي من أسباب الإسقاط اللي هي تشوهات بجهات الجهاز التناسلي. في أمراض الأم الأساسية مثلا اللي عندها داء سكري، آسف، يلي عندها أمراض مناعية، يعني في أمراض عند الأم أحيانا هي تسبب الإجهاض. والاعتبارات المناعية كمان هي مهمة جدا، بيقولوا أنه يعني هو أساسا الجنين نصه من الأب. نحن بنعرف أنه بزراعة الأعضاء وقت نزرع كلية بدنا نخلي الكلية مزروعة يتعرف عليها الآخذ، فمنعمل تحاليل. هلأ بالزواج ما حدا بيعمل هيك قصة وأساساً غير موجود، هو جاي من الأب جزء. في شيء عظيم بيصير عند الأنثى أنه تحبل لا تتعرف على الجزء الجاي من الأب، وبالتالي هي مصبطة بشكل ما مناعياً أنه لا تتعرف على هذه النطفة مناعياً وتطردها، تستقبله وبيصير جنين. لكن الجنين بالأخير نصه من الأب، هو أنسجة ما أنا مثله. هون ممكن يصير خلل بهالموضوع، فيكون في سبب مناعي يؤدي إلى تعرف الأم على هذه الأنسجة الغريبة وطردها، هذا بنسميه الأسباب المناعية. طبعا في علاجات كتير، يعني هي معظم أسباب الإسقاط شبت لك إياها المرضية والطبيعية. في علاجات كتير لهذا الموضوع متعددة، من الأدوية الهرمونية للمميعات اللي تستخدم. أحيانا في إفراط باستخدام المميعات، يعني أنا كمان بلاحظ إنه هلأ كل مريضة حامل خدي أسبرين، يعني بعتبر إنه كتير أوفر إنه نحن كل مريضة حامل خدي أسبرين روتينيا. لا، في أسباب لازم نعطي لكن مش بهذه السهولة. يعني فينا نوصل لنعطي إبر تحت الجلد، بس كمان في أحياناً عم شوف إنه كتير عم ينعطى زيادة عن اللزوم. هي بتفيد بعلاج إسقاطات لكن بدها تحاليل خاصة، ونتأكد إنه هذه الحالة إذا أخذت الإبر رح تستفيد الأم. تقريباً هي معظم الأسباب اللي حكيناها عن الطبيعية إلنا والمرضية وبعض طرق علاجاتها. في كتير شيء بينحكى عن ولازم أضيء عليه، عن شيء اسمه ربط الرحم. وكتير شائع، بتيجي مريضة بتقول أنا عم سقط ربط لي الرحم، وهي متخيلة إنه أنا شيء وعم ربط وانتهى الموضوع. يا بنتي بقول دائما غلط هذا الكلام، ربط الرحم هو لحالة أساسا هي نادرة، يلي بيسموها قصور عنق الرحم، يلي هي تؤدي لأنه سيدي بالثلث المتوسط من حمل تطرد الجنين مع كيسه مثل ما هو بيطلع. هي حالة بنسميها قصور عنق الرحم، يجب أن تشخص بدقة. وأحد علاجاتها أو الجزء الأهم، الجزء العلاج الرئيسي له هو الجراحي. هلأ تعممت هاي القصة أكثر لأسباب ما نهيك ما نصح. ربط الرحم نادراً ما نلجأ له، ويجب أن نلجأ له عندما يتم تأكيد التشخيص على أنه عندنا قصور عنق رحم. مش كل مريضة بتسقط بنربط لها وبتعتبر أنه هذا حل المشكلة. دكتور بسام لفوف، أخصائي توليد وجراحة نسائية، نشكرك على وجودك معنا، ويمكن أهم شيء المرأة تتوجه لطبيبة يكون هو الاستشاري الأول طبعا، والعالم بحالته. والله يمنح كل الناس أطفال دائما والصحة والخير. نتشكرك كثير. الله يخليك، أهلا وسهلا. شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمتها. شكرا لكم.